لكن ما تقولوها ليا، كان عندكم قاتلو شي حاجه قولها ليا. بقى كيتواصل معايا انا دائما كيقول لي انا اختي بخير وانا مزيان هنايا وانا هادي، فهمتي؟ يعني الولد كان كيهضر معنا دائما كيتصل بينا، كان مزيان كيقول لي ابا انا مزيان، ابا انا مزيان، دعي معايا ابا ما نحق المستقبل ديالي. صحتك كيقول لي وانا علاش ما كيشوفوا الحاله ديالي هذا، كيبقاو يتعداو عليا وهادي وهادي وما كيعطيوني شي حقي وهادي. كنقول انا غير صبر، انا ما نتهم حتى شي واحد، صحابه اللي كان معاه وملي دخلني الشك فيهم. ملي بقيت كنهضر معاه مؤخرا كنحس به تعقد في حياته، غير كيبكي وكيجبد الوالده ديالي، كيقول لي ماما مشات وسعداتها واصلا ما بقى في الدنيا ما يدار وانا خصني نلحق من موراها وصافي. يعني انا ما عرفتش حتى حاجه، ما بقات كتعجبني لا هنا ولا تما. كيهضر في شكل تقيل في الهضره، وكنقولوا مالك، وغير كيبكي وكيقول لي لا والو ما وقع لي حتى شي. كنقول وقع لك شي حاجه؟ كيقول لي والو. كيبشيو كيزرفوه، كيحاولوا ما امكن كيبعض الضحكه الا كيزرفوه، كيدولوا له الفلوس، كيدولوا له الفلوس اللي في جيمو كامل، اللي كان عنده شي تليفون دبروا له شي حاجه كيدوا له حتى هو. زكريا كانت تما ماما، وكانوا هما باقيين صغارين، انا اللي كبرتهم، انا اللي فهمتي يعني مع الخدمه، مع كنجي كنقابلو، مع عاوتاني كنرجع مع الخدمه، هو بقى بوحديتو. يعني ملي ماتت الام ديالي ديك الموسه ديالها يعني اثرت فيه بزاف. قلت انا عارف مع العيشه مع هادي صافي، ما بقاش حامل راسو يزيد يعيش هنا في هذا المغرب. كنجلس انا وياه كنقول له زكريا علاش خصك سينا تمشي لاسبانيا وتسمح فينا حنايا، ماشي انا اللي كبرتك وهادي وتسخبينا. كيقول يا اختي انا ما خصني والو، انا خصني غير نمشي نعيش واحد عيشه مزيانه ونعيش بكرامتي فحالي بحال كاع الناس، انا ما خصني حتى حاجه، انا بغيت نعيش فواحد العيشه مزيانه، وبغيت نوصل لشي حاجه باش نتوما نعيشكم واحد العيشه يعني فحالكم فحال الناس. نتوما تعذبتوا يعني من نهار اللي خلقنا حنا معذبين، احنا باقيين معذبين، فهمتي؟ انا بقيت كنت كنمشي للخدمه وكنت كنجي كنسقسي با كنقول له فين هو، كيقول لي والو مشى خرج. كيخرج كيبقى في الزنقه، نقول لك 6 ايام 7 ايام هو غابر، وبا كيقلب عليه ما كيخلي لي حتى شي بلاصه، كيقلب عليه كيسقسي الدراري كيسقسي هادي، وبعض مرات كيجيبوا من مارسا، بعض مرات كيجيبوا كمارو كيفاش في كيجبروا. كان فيما كان كيكون شي كار طالع هكا وهادي كيبغي يضرب عليه يبغي يمشي. من بعد هو والدراري، كانوا الدراري معاه بزاف ما كيتفرقش هو مع الدراري. من بعد كيجيب وعاوتاني كيمشي، كيجيب وكيمشي، واحد النهار عاوتاني با ضرب وهادي والو. عام شاع خرج با مشى الخدمه، انا مشيت الخدمه جينا ما جبرناه شي صافي، غبر ديك الساعه غبر. ملي غبر من وراها بشي سيمانه هكا، وسيمانه ملي من وراها ساق الخبر، يعني وصل الخبر للعنان هنا، جا عن واحد الدري قالنا زكريا راه وصل على برا، هو وشي صاحبه راه مزيان وبخير وعايش مزيان، ها النمره ديالو دخلوا عليه في الواتساب وتهضروا معاه. فرحنا، فرحت انا بزاف، قلت الحمد لله يا ربي بعدا وصل بعدا لتما البلد، يعني دنسارة يعني الحقوق وكذا وهادي، يعني ما كاينش مع شي مشكل. حمدت الله بقى كيتواصل معايا انا دائما، كيتواصل معايا خصوصا انا، كيتواصل مع با بعد مرات باو كيكون عندي مخسر ولا شي حاجه، كيتواصل معايا خصوصا انا بزاف، كيحكي لي كلشي، كيقول لي انا اختي بخير وانا مزيان هنايا وانا هادي، فهمتي؟ يعني ما كاينش شي مشكل. من بعد عاوتاني كان خرج واحد السونتر، كان هما صيفطوا للسونتر اخر كان في برشلونه، اش غنقول لك، كان عنده ديك الساعه انك 17 كان عنده 17 سنه. من بعد هما صيفطوه لواحد السنتر اخر على حسابهم، دخل سنتر اخر صافي، بقى تمايا وكيقول لي انا عندي كنجبر شي مشاكل هنا مع الدراري وهادي، انا ما يعني ما كنجبرش راحتي، كنقول له انا صبار وهادي واخا هكاك انت كتشوف صحتك. يقول لي وانا علاش ما كيشوفوا الحاله ديالي هذا، كيبقاو يتعداو عليا وهادي وهادي وما كيعطيوني شي حقي وهادي. كنقول انا غير صبر. المهم بقى تمايا، بقى تما صابر، سردونا شي ورق، عدلوا الورق ديالو، بقى مزيان. ملي بقيت كنهضر معاه مؤخرا كنحس به تعقد في حياته، غير كيبكي وكيجبد الوالده ديالي، كيقول لي ماما مشات وسعداتها واصلا ما بقى في الدنيا ما يدار وانا خصني نلحق من موراها وصافي. يعني انا ما عرفتش حتى حاجه، ما بقات كتعجبني لا هنا ولا تما. كنقولوا نعرف الشيطان وهادي، وتينا باقي كبر وباقي هادي وباقي. كيقول لي انا صافي انا ما بقات عجباني حتى حاجه. من بعد من مورا داكشي اتصل بيا واحد النهار ملي فرحت وهادي، قلت مع الورق تاع الدرو هادي، اتصل بي واحد النهار قال لي شوف، قال لي كان كيدار معايا وشي دراري كانوا معاه،
المهم في دراري بزاف كنقولوا شنو هاد الهراج، علاش غادي نسيني جالس مع الدراري كثر منك؟ جا وقال لي دعاء الدراري صحاباتي قطوا وراه دول يسعد عليك شي واحد منهم كيقول لي لا وهادي وهادي. تما حسيت بيه بحال شي واحد دخل معاه فشي دخله يعني بحال اللي كيجروا من تما، يعني كيقولوا دخل برجيكا حتى هو اصلا كان جبد لي برجيكا ديك الساعه، قال لي انا مابقاش عجباني هنا خصني نطلع برجيكا. قلت له انت عاد درت الوراق ديالك وهادي وهادي، عاد مشي برجيكا، علاش غادي تمشي برجيكا؟ داك الساعه قال لي والو غادي نمشي صافي. ملي مشى بقى كيهضر معايا شي جوج سيمانات، هضر معايا هدايا كنحس به بالدرع باش كيهضر. ما عرفتي واش مريض، واش كان كيستعمل شي دواء، واش كانت فيه شي مرض، ما عرفتي. كيهضر في شكل تقيل في الهضره وكنقولوا مالك، وغير كيبكي وكيقول لي لا والو ما وقع لي حتى شي، كنقول وقع لك شي حاجه كيقول لي والو. صافي بقيت كنهضر معاه هكاك. مؤخرا قال لي انا عندي شي فلوس خصني نسردهم لك لاختي الصغيره بوحده وهادي، وتينا كتشوف العيشه ديالها وهادي، نسرد لها شي بركه عندي هما في الصندر كيعطيوها لي. صافي من بعد هذاك هو الاتصال الاخراني. صافي من تما ما جيت سمعت عليه حتى شي خبر. هادي دابا اش نقول لك، شهرين ونص هكا، شهرين ونص تقطع اتصال بيني وبينه. ما بقيت اسيدي ولدي عامين هادي باش دوز في اسبانيا، يدخل بلجيكا دورو به صحابه. الولد كان كيهضر معنا ديما كيتصل بينا كان مزيان، كيقول لي با انا مزيان، با انا مزيان، دعي معايا با ديما نحقق المستقبل ديالي. انا ما فهمت حتى شي واحد صحابه اللي كان معاه، وملي دخلني الشك فيهم. وملي سمعت ليه، ملي سمعت في المدينه كيهضروا عليه، قال لك صحابه اللي غدروه، صحابه اللي كان معاه في المركز هما اللي غدروه. هو العائل كان مرصي في فرنسا، كان مرصي، هما السبب ديالو اللي خرجوه. قال لي ندخل بلجيك. يلا خاوي ادخل بلجيك، بلجيك فيها تدبر على راسك وتكون مزيان تما، تكون احسن من هنا وما عرفتش ني، وباش تخرج المغرب وحنا غندبروا تما بلجيك ونخرج المغرب، هما السبب اللي نوضوا المشكل. العائل كان مرصي، عيط ترون اللي دخلني الشك، انا دخلني الشك في صحابه اللي كان كيخرج معاهم، كيتعطل بعد النبض اللي كيخرج معاهم، صحابه كيعملوا معاه هيد، اللي غدر هما صحابه. انا اللي عندي التاكيد اللي عندي كيخصني تفتيشيه على صحابه تما عندهم ما يطلع الخبر. ما بقيت كنسمع لا حتى شي خبر، حسب دابا تقريبا 3 شهور دابا ما بقيت كنسمع لا حتى شي خبر نهائيا. ما كاين، انا كنقول انا خايب مستحيل انا ما يهضرش معايا. لا انا كنقول انا زكريا خصوصا انا يدبر التليفون مي ما كان، ودخل عليه في فيسبوك ودخل عليه في الواتساب، هادي مستحيل شي حاجه كاينه. صافي ديك الساعه انا كان عندي في قلبي ديالي بلي وقع له شي حاجه، كان مشى هو وياه، يعني كان حرق هو وياه، كان عزازين على بعضياتهم. وشني عاود لي قال لي زكريا خاك كيشوفوا الصحه ديالو هكاك، كيشوفوه يعني الناس كيتعاطفوا معاه وكيدبروا عليه وكيهادي، وهو هكاك مسكين ناقص، كيمشيو كيزرفوه، كيحاولوا ما امكن كيبعض الضحكه الا كيزرفوه، كيدولوا الفلوس اللي في جيمو كامل، اللي كان عنده شي تليفون دبروا له شي حاجه كيدولوا حتى هو. انا ملي كان معايا كيقول لي انا ملي كان معايا حتى شي شعره ما كانت كتاديه، يعني كان دافع عليه وهادي، هو معايا مضخم، كنمشيو القهوه انا وياه، كنجيو للسنتر وكنجلسو كنخرجو ناكلو ونشربو بخير وعلى خير. ولكن ملي مشى من هنايا كيقول لي صافي، يعني هو يعني كيسمع الهضره ديال الدراري، ويلا يدوخو شي واحد صافي هو نيه كيثيق اي واحد. وجبرت هنايا في الدار الجمعيه، سولت نقطو مجمع واش ثم من طرف المخزن ولا شي حاجه، يعني اللي كتكون شي يعني شي جريمه ولا شي حاجه كتكون طابت الحال، يعني المخزن كيتدخل. قالت لي هي راه لا يعني ما كاينش داكشي، يعني كاينه ولكن تما ماشي هنايا، يعني المخزن هنا ما عارف والو، ولكن المخزن تما عارف، ولكن جوته ديالو سلموها على حساب القضيه ديالو الجمعيه، حيت كانت عنده يعني مجهول، يعني ما عندوش شي لا وراق لا حتى شي حاجه، يعني تما ما عرفوش شني اسمه ولا هادي بالدرع باش طلعوا من هويا بالضبط، طلعوا من برشيفه. صافي من بعد بلي طلعوا من برشيفه بقينا كنسقسيو، ومن بعد طحتنا فكره بلي المقدميه هما اللي يقدروا، المقدميه هما اللي وصلوا من عندنا، مقدم هنايا هو اللي وصلوا للدار. شحال نقول لك، حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، كنطلب انا غير الحق دخاي يبان، وكيفاش مات بهذا الفيكان بعدا، كان في السونتر تما برجيكا، دخل السونتر وكيفاش خرج، وشنو السبب ديالو، واش من مورا شي دراري اولا من مورا شي مافيا كانت كتستغلو على حسب الحاله ديالو، اولا من مورا شي واحد قتلو. حنا ما خصنا والو، حنا خصنا غير نعرفو شنو السبب ديال الموت ديالو،
كيفاش كان وشحال بقى في الزنقة وكيفاش مات وكيفاش جبروه وشكون السبب ديالو. هادشي اللي خصنا نعرفو، خصنا نعرفو على الحق ديالو، وصلوا الحق ديالو. هادشي اللي خصنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.